السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة أدوب المشهورة اللي عاملة الفوتوشوب وعاملة الستريتور وعاملة أدوب برمير، عاملة خدمات مجانية تماما، مش من غير كرياتيف ولا أي حاجة خالص، من غير ما تسطب ومن غير ما تدفع أي فلوس خالص، إلا لو أنت عايز خدمة أدفانسد شوية. لكن أنت مثلا لو أنت عايز تعمل فلاير، عايز تعمل لوجو، عايز تعمل بانر، الحاجات دي كلها تقدر تدخل على الموقع أدوب إكسبريس وتقول له أنا عايز الخدمة الفلانية، فتخش مثلا عايز تعمل بانر، مجرد بتدوس عليه بيبدأ يفتح لك، والموضوع كله دراج أند دروب، وتلاقي البانر بتاعك خلصان. الميزة إن أنت مش مسطح حاجة عندك على الجهاز، تمام. ولو أنت عايز تغير كولر، عايز تعمل أنيميشن، لاي أوت، ريسايز، كل اللي أنت عايزه، كل اللي عليك إن أنت بتعمل سيلكت على الصورة اللي أنت عايزها. وبعد كده ممكن مثلا عايز تحط صورة تانية بدل الصورة دي، هتختار من الفوتوشوب بصورة تعمل تروح حاططها على طول. عايز تقدر بقى تتعدل في السايز بتاعتها زي ما انت عايز، كل اللي انت عايزه. عايز تاخد شيب معين شكله معين تحطه، مفيش اي مشكلة خالص. عندك مثلا في ديزاين اسيت تقدر تضيف الباك جراوند، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. تقدر تعدل براحتك زي ما انت عايز في قلب الصورة. طيب خلينا نشوف ايه الخدمات التانية اللي ممكن تعملها لنا. في خدمات كتيرة خاصة مثلا بالبي دي اف، او لو جيت هنا بي دي اف هتلاقي ان انت تقدر تحول اي ملف عندك لبي دي اف، او من بي دي اف تحوله وورد واكسل وهكذا. تعدل حاجة في الملف البي دي اف، تعمل اورجنايز للبيج، تعمل له زي روتيت، كومباين عندك اكتر من ملف بي دي اف، تقدر ان انت تدمجهم مع بعض. لو انت عندك اي حاجة عايز تحولها للكيو ار، يعني ممكن يكون عندك لينك معين عايز تحوله للكيو ار او صورة للكيو ار، فيديو يقدر يقطع لك في الفيديو، يقدر ان هو يدمج لك الفيديو والصور. اكيد طبعا تقدر تحولها لمدة كتيرة. ممكن تقول له فيو اول وتبدأ تشوف الخدمات اللي بتقدمها شركة ادوب بالشكل ده. كل الخدمات دي مجانية واونلاين، وتقدر ان انت تشتغل بيها بدون مشاكل، الا لو في حاجة ادفانس شوية اللي بيبقى عليها التاج دوت، لازم يكون حسابك بريميوم. لكن صراحة الحاجات اللي هي ببلاش كافية، تمام، تقدر تعمل بيها شغل كويس. لو انت عايز حاجة ادفانس، راجل شغال في المجال وبشاوي تحليلي، تقدر ان انت تشتري براحتك.